تم الاختيار. السلام عليكم، الكفيف التقني العراقي، أهلا وسهلا بكم في تطبيق جديد. تطبيق عجبني وحبيت أشارك وياكم، مفيد جدا، اللي هو معجم رجال الحديث. ندخل على التطبيق نشوفه. طبعا تطبيق مواسع لكن مفيد جدا، والمختصين بعلم الرجال والحوزة العلمية يعرفون هذا الكتاب مدى فائدته. طبعا أول ما ندخل يقول لنا سيرج، مختار التبويبة الأولى، هي هو بأربع تبويبات نلمس فوق الهوم. مفضلتك حول التطبيق هرنية حول القوائم، تم الاختيار. تم الاختيار قائمة الأسماء. هذه التبويبة الرابعة، قائمة الأسماء، هي بها قائمة الأسماء والبحث عن الأسماء. نشوف التبويبات، نستعرض التبويبات أربعة هنا. مفضل حول التطبيق، حول التطبيق التبويبة الأولى واحد من أربعة. ندخل عليها. مفضل تم ماسه باء حول. بسم الله الرحمن الرحيم، نظرا اللغة أحرف كلمات أسطر. بسم الله الرحمن الرحيم، حتى ما يقرأنا المسافات نسحب من فوق الجوة. نظرا إلى أهمية معرفة أحوال الرواة وإدخالتها في استنباط الحكم الشرعي وتيسرا للباحثين في هذا المجال، ارتأينا عمل هذا التطبيق الذي يحتوي على أحوال جميع الرجال الذين وقعوا في أسانيد الأحاديث معتمدين في ذلك على ما لفه مرجع الطائفة وزعيم الحوزة العلمية الراحل أية الله العظمى سيد الخوي قدس سره في كتابه معجم رجال الحديث، وذلك لأن هذا المعجم طبعا هذه الكتب المكتوبة حتى صار مقدمة عن البرنامج عن الكتاب. طبعا هو عبارة عن كتاب معجم رجال الحديث. بعد ما نعبر المقدمة نسحب لليمين. بسم الله الخدمة. طبعا هذه الخدمة طبعا يعطينا هذا موقع بسفاري، يعطينا عن أهل البيت روايات وأحاديث أهل البيت. هذه إيميل العفو البريد. فشل، لا يمكنك رسالة بريد مو أفق زر مو أفق باء حول. بسم الله هذه الخدمة قلنا موقع الخدمة وهذا البريد وهذا أيضا يعطينا موقع بسفاري، بس مو عن أحاديث أهل البيت، لا يفتح لنا الكتاب نفسه معجم رجال الحديث في سفاري. تم الاختيار مفضلتك، هاي التبويبة الأولى مفضلتك. التبويبة الثانية مفضلتك. طبعا برنامج مواسع لكن مفيد جدا. بحث مفضلتك، بحث طبعا مفضلتك، أنا ما باحث عن أي شخص، وهنا مفضلتك نبحث على أي شخص نقدر نضيفه للمفضلة. بحث حقل البحث. أها اضغط مرة القواعد العامة، تم الاختيار مفضلتك. هاي الثانية تبويب الثانية القواعد العامة، تبويب الثالثة القواعد العامة. مزايا القواعد العامة، مزايا كتاب معجم رجال الحديث، مزايا كتاب معجم رجال الحديث. المقدمة الأولى عندنا ست مقدمات. المقدمة الثانية بماذا تثبت الوثاقة أو الحسن. مزايا كتاب المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة التوثيقات العامة. المقدمة الرابعة مناقشة سائر التوثيقات العامة. المقدمة الخامسة نظرة في روايات الكتب الأربعة. المقدمة السادسة الأصول الرجالية حول التطبيق. هذه التبويبات الستة. المقدمة الأولى مزايا كتاب. المقدمة مثلا نشوف المقدمة الأولى. تم المقدمة الأولى الحاجة زر الرجوع. استعراض سلسلة حبل اليمين. استعراض سلسلة من المقدمات تفضي إلى ضرورة الرجوع إلى عالم الرجال، زيف الآراء القائمة على أنكر الحاجة إليه، تفنيد المذهب القائل أن الكتب الأربعة قطعية الصدور. الحاجة المصدر معجم رجال الحديث 1-7. Next icon. Next icon هذا للتالي. Prep icon. وهذا اللي قبله. Font prep icon. المقدمة السابقة. Font icon. وهذا. Prep font icon. لشنو؟ Font icon. لحجم النص. نلمسها مرتين مثلاً. شوف حيصير. 40%. 40% حجم النص. Font icon. 40% حجم النص. تحريف للي أعلى. فهذا ما موجود. المقدمة. نرجع. زر الرجوع. ونرجع أيضا. المقدمة الثالثة. القواعد العامة. تم الاختيار. القواعد العامة. القواعد العامة هذه التبويبة الثالثة. قائمة الأسماء. مفضل تم قائمة. والتبويبة الرابعة اللي هي الأسماء اللي قلنا أول ما دخلنا قلنا هي موجودة على التبويبة الرابعة. قائمة الأسماء. سيرج. اللي بها السيرج. اللي بها قائمة الأسماء. رجال الحديث. نسحب لليمين. بحث. Table index. تعديل. Table index. والتعديل. التعديل هذه تفيدنا أنه بأصبع واحد لتعديل القيمة. طبعا هسه مثلا هو على الأسماء اللي تبدأ بحرف الأليف، إذا نسحب مثلا من فوق اللي جوا بأصبع واحد. باء. تم الاختيار. قائمة الأسماء اللي تبدأ بحرف الباء. تاء. قائمة الأسماء اللي تبدأ بحرف التاء وإلى آخره إلى الياء. ونرجع نسحب من الأسفل للأعلى. همزة فوق الألف. للألف وصلنا. طبعا هذا ما موجود بالتعديل. بحث
وبحث مثلا عندنا حقل البحث جارد الو نمط الكتابة القياسية نحولها قياسية راء ألف لام باء واو مسافة مسافة أب لام دال دال راء راء مسافة مسافة ضر بحث البحث كتبنا مثلا اسم البحث جوا الحذف يصير دائما ألف مقصورة بحث نقطة بحث تم الاختيار قائمة الأسماء لام التبويب قائمة الأسماء اختارنا التبويب الرابعة تلقائيا حول تطبيق لام التبويب أبو ذر حول تطبيق ألغاء كلير أبو هذه أبو مسافة كلمة البحث أبو ذر زر ألغاء زر كلير تكست طبعا هاي ما أسوي شيء ألغاء زر ألغاء سيرش ريزالت أبو ذر القزويني طلع لنا الشخص اللي بحثنا عنه أبو ذر القزويني ندخل على هذا الشخص مثلا ندخل على هذا الشخص من ندخل عليه ايش حيعطينا ابو ذر القزويني قال شيخ الحر في تفسير المتبحرين 1092 الحكيم مولانا ابو ذر بن الخليل القزويني فاضل عالم صالح معاصر توفي سنه 1084 نبذة عن حياته من نبذة مختصرة عن حياته المصدر معجم رجال الحديث 22165 نيكست ايكون معتم نيكست ما تشتغل بريف ايكون معتم يعني لا التالي ولا السابق يشتغل شير وشير مشاركة حلوة مشاركته كلش حلوة طبعا ما يشتغل ليش لأنه بحث يعني ما يطلع لنا بينما بقائمة الأسماء لما ندخل عليه التالي والسابق تشتغل يعني يقدمنا على الاسم اللي وراء والاسم اللي قبله شير والشير مات المشاركة كلش حلوة دار واتساب وفيس وتويتر ونشارك ميل تويتر فيسبوك واتساب تيليجرام مور كوبي سيف تو دروب اوف مور كنسل مثل ما سمعتوا المشاركه كنسل شير فونت ايكون وهي قلنا لحجم النص شير بريف ايكون زر الرجوع نرجع حاليا سيرش ريزلت ابو ذر القزوي الغاء كلير ابو ابو مسافه ذر مسافه هذا اللي كتبناه حق الناس مسافه ذر حاليا حنحذف حذفناه دبل تاب الغاء زر نلغي الغاء رجال الحديث سيرش زر رجال الحديث مثلا نرجع لقائمة الأسماء نسحب لليمين همزة فوق الألف ألجي لحبن عبد الله ألجنح مثلا هذا الشخص ندخل عليه تم شير زر زر الرجوع زر الرجوع ألجي لحبن عبد الله يحيى بن عبد الله نصف. بن معاوية ابن معاوية أبو حجية الكندي اسمه يحيى عدي الشيخ في أصحاب الصادق عليه السلام 41 في المسامين نبيحية قال شيخ المفيد في كتاب الكافية في أبطال التوبة الخاطئة بعد ذكر حديث سنده هكذا أبان بن عثمان عن الأجلح عن أبي صالح عن ابن عباس فهذا الحديث صحيح الأسناد واضح الطريق جليل الرواء المستدرك للمحدث النوري روى عن سلمى بن كهيل وروى عنه النوح بن دراج كامل الزيارات بحب رسول الهص الحسن عليه السلام والحسين عليه السلام 14 الحديث 1 وروى عن شهر بن حوشب وروى عنه أبو بكر الحضرمي الكافي الجزء 1 الكتاب 4 كتاب الكافي أشار والنص على الحسن بن علي عليه السلام 65 الحديث 3 المصدر معجم رجال الحديث 1335 نكست ايكون زر نكست قلنا للتالي بريف ايكون وهذا للسابق معتم لأن هو هذا أول اسم بريف ايكون شير والشير للمشاركة نكست ايكون واتساب بريف نكست ايكون يا المصدر شير بريف ايكون نكست ايكون نكست خلينا نشوف الاسم الثاني التالي الوراء زر ألحن في بن علي ألحن في بن علي روى عن ابن مسعدة وروى عنه عبيد واتساب المصدر روى عن ابن مسعدة وروى عنه عبيد الله بن أحمد أبو طالب الأنباري أتهذيب الجزء 6 بحد حرم الحسين عليه السلام الحديث 100 واتساب المصدر معجم رجال الحديث 366 أها نكست ايكون نكست أو بريف ايكون زر هذا السابق نرجع حيطلعنا منه ألجنح من عليه ليش رجعنا على السابق يحيى بن عبد الله بن معاوية ابن معاوية أبو حجية نفس الشخص أجنح من عبد الله يحيى بن عبد الله طبعا هذا كل ما موجود بالتطبيق رجال يحيى بن ألجنح بن عبد الله أوديو شير إن شاء الله أوديو شير إلا تنشيط عنصر أجرة أوديو شير استفاديت من التطبيق ونعتذر على التقصير إذا قصرنا باستعراض إذا قصرت باستعراض التطبيق حياكم الله وأتمنى الفائدة للجميع تحياتي للجميع